هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا تصوروا رئيس تونسي او ملك المغرب او رئيس موريتانيا موريتانيا اللي فقراء رئيس عمر ما تكلم على الحليب ما روحش المغرب ولا تونس ولا فرنسا من الرئيس ده بيتكلم على الحليب جاء انطوني بلينكن تكلموا على الحليب الحليب الغبره والماء ايه مع انطوني بلينكن كاتب الدوله الامريكيه تكلم معاه على الحليب مما تكون عنده مناسبة يتكلم على الحليب وعلاش؟ لأنه ضرب الرقم القياسي طابور على الحليب عاوديك بالصور شوفو واش هذا اللي يصور نزل على الشان هذا يا عميل تاع فرنسا عميل تاع المخزن عميل تاع الامارات عميل تاع الفاش انتم قولوا لنا الناس اللي ينضروا كي يشوفوا هذه الصور يشوفونا نفرحوا في العصابه هما عملاء تاع واش عملاء تاع المجرمين تاع عصابه تاع مجرمه تاع عصابه غبيه عصابه يحكمها واحد معتوه معتوه ما يحكم تاع حاطين شغل يحكموا ما يحكموا المهم مشكل الحليب على كل حال لا عقدة التبون تبون يا اخي كما شفنا تكلم على المزرعه 100000 هكتار 100000 هكتار باش نبرد على الحليب اما المزارع الاولى اللي تنداروا تجربه مزارع تجريبيه هذيك النتائج واش جابت تفضلوا شوفوا التجربه تاعنا زراعه الحليب ومشتقاته هذه التجربه الاولى الشجره الاولى هو المنتوج احنا دوك نسيو نغرسوا كاع انواع الحليب المهم الضرار نغرسوها حليب تاع الابل تيزي وزون غرشوا حليب تاع الماعز بني ورثيران وما جواراها بوقاعة وبو عندس نغرشوا بها حليب تاع العكروس المهم هو المنتوج و منتوج بلادي 100% 500% هاولي حليب ناتورال ابري كاين بعد مع الوقت كاين نطوروا هذا المشروع نديروا الرايب نديروا منتوجات اخرى المهم هذه هي التجارة تاعنا هاوليك هاوليك الحليب هذا الحليب دوك نديرو له اسم نسموه طهراوي حليب طهراوي التهراوية وحنا البلاد هاي تطورت انتوما تقولوا غاريهم تقطعوا في البلاد الجيري قاع نغرسها قاع حليب قاع كاش واحد يسالنا ما كاش لي يسالنا شفتوا كيفاش هذا رئيس هذا الشعب غادي يقع عليه ها الشعب غادي يقع عليه غادي يضحك عليه هذا مضحك على الشعوب هذا مضحك هذا عمرها الجزائر وعمر العالم ما عرف ها هي الدوله بهذا المستوى مستوى اللي ما فيه ما ينشاف وطامع يزيد اهداف ثانيه صحفتكم
تقبل الله صيامكم وقيامكم. وإلى هشام عبود صحابي حب، 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 هشام عبود ص